بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الشفيع وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. النهاردة إن شاء الله معنا من برنامج نوابغ مصرية نابغة من نوابغ القرآن الكريم في مصر، فضيلة الشيخ مصطفى العوامري. أهلا ومرحبا بك يا عم الشيخ مصطفى. أهلا وسهلا بك يا دكتور، نفع الله بك إن شاء الله بإذن الله. منورنا ومشرفنا النهاردة. الله يبارك فيك يا دكتور، بارك الله فيك. تمنين يا عم الشيخ مصطفى. أنا مصطفى عبد الحق العوامري، موليد قرية العوامر الغربية، مركز أبو تشت، محافظة قنا. ما شاء الله، الله يبارك فيك يا دكتور. العمر كم سنة؟ العمر 27 سنة. خريج ايه بقى؟ كليه ايه؟ خريج كليه دراسات اسلاميه وعربيه، شعبه اصول الدين، قسم تفسير وعلوم القران. ده من اسوان ولا منين؟ لا، قنا. من قنا ما شاء الله. ودلوقتي بتخطب بقى في الاوقاف؟ والله يعني ان شاء الله كخدم مكافأة، وقريبا بقى تبقى امام زميلنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ده شرف. ربنا يفتح عليك يا شيخ مصطفى. الله يخليك يا دكتور. طيب، خير ما نبدا به القران الكريم، نسمع منك ايات كده من القران ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل كل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى. دكتور الله يخليك. نعم الوكيل ونعم النصير وانت يا مولانا. سبحانه وتعالى. ما شاء الله على الشيخ مصطفى، يعني صوت ندي وصوت جميل، ومع هذا الصوت الجميل عنده بقى محاكاه للقراء الكبار. خلونا نروح فاصل ونرجع نسمع الشيخ مصطفى وهو يحاكي كبار القراء. خليكم معانا وصلوا على الحبيب.